يقول هل يجوز الاتكاء على الأعمدة عند القرار من الصلاة؟ هل؟ على الأعمدة، أعمدة المساجد. إيه؟ هل يجوز الاتكاء؟ الاتكاء على الأعمدة أو على الجدار بعد السلام لا بأس به، لا بأس به لأن فرغت الصلاة. أما الاتكاء في حال الصلاة فلا يجوز إلا للعاجز، أما القوي فلا يجوز أن يتكي وهو يصلي.